السلام عليكم، معكم اليوم ماركو او كابتن ماتسيل. اليوم معكم فيديو جديد يا جماعة. فاليوم يا جماعة بلعب كذا اسطورة الحلقة الاولى. اوكي انا ما سويت كذا اسطورة من قبل، اول مرة بلعب وياكم يعني. عادي، كل شيء عادي. دقايق اخليها خمس. وحدة العملة دولار، خلينا نخليها دولار. خلينا نختار لعبة اساسي اكيد. فهالمرة انا بحط لاعبي يكون يعني هذي شوي صعبة. فانسى اول مانية، اوكي انسى اول مانية. ام اوكي طالع بعد. خلنا نبدأ فانسى. او تحركوا فانسى. يلا لعب بيكل سوبر ماركو اكيد. ماركو اسنسيو ماركوس. مارك فيتو. فعد اللعب وجعل تتوقع خلاص خلصنا اللاعب. خلني خلي كل شيء نفس الشيء. خلينا نستخدم الوجه اليسرى اثنين. حط مهاجم قناص. فلاعبي طاقته 69، اوكي عادي. والدوري اللي بنروح له انا بصراحة بالنسبة لي أكيد أبغى أروح الدوري الإنجليزي الإيطالي يعني عشان التغيير، لأن مش اسمه عشان ألعب في ملاعب حقيقية. فأنت ما عندك ملاعب حقيقية المعلومة. ألعب دوري الفانسي. أوكي بنشوف منو بياخذ. اوكي هذا لاعبي بريست. هاو بيك اوف بيك اسمه بريست. ف ماركو لبسنا لون احمر يعني بالصدفة. انا اليوم لابس احمر، لاعبي يروح لفريق اسمه بريست ويلبس احمر. اوكي فهم. يلا ندق. ممكن نلعب ندق ممكن لا. اوكي فمعدن بقى على طول على طول.
اوكي كوبي رايت نو اوكي اوكي بلعب اساسي جميل بلعب اساسي في اول مباراة لنا لعبي يكون جاهز لأول مباراة في السلسلة فعلا ندخل وان شاء الله نفوز. اوكي دخل ارضية الملعب بريست ضد فريق مونبلييه اتوقع اسمه فندخل ضد مونبلييه اول مباراة في تاريخ ماركو فيلا يلا اهلا تيم فور يلا يلا فان بخلي لاعب بنخلي لاعب اوكي يا جماعة اذني تعاوني بشكل مو طبيعي يعني بس انا خوز السماعة صح اذني تعاوني بشكل ابدا مو طبيعي سوي ويدي وين وطع راحت لك تبغى تسديد الحارس صدق هل بيسجلونها ولا لا؟ ووو الحمد لله الحمد لله اوكي تعتبر المباراة بالنسبة لي 0-0 بصراحة اوكي عادي عادي يعني ممكن لاعب يتعود على بايرن يعني بصراحة احنا ما سجلنا اي تسديدة على المرمى اوكي فنحن فريق مركز 10 تودري يعني تودري كده فا اوكي زادت طاقتي صارت 70 يلا اعلان جائزة افضل لاعب اوروبا يا ترى من هو كريستيانو رونالدو شاف يوم الايام ماركو بيحصل هاي جائزة يقولون هذا ان مستقبل مشرق لماركو ما تعرفون اسطورة ماركو خلينا نشوف هل بيلعبني بديل اوكي خلينا ندخل مباراة و ليتس جو ان شاء الله نفوز ان شاء الله ندخل بقى اوكي بيشوت جول اوكي لا خلاص اوه هجمة حلوة باي انت ايش وصل اول اتوقع اني انا بدخل الحين يعني ما اصلا انا هجمة اوكي دخلت باتن ما انسدد ابدا حلو جميل جدا تعادلين في مباراتين وانا ما ادري وين فريقنا فريقنا المركز 17 ونحن بننزل ما شاء الله مباراتين ما سجلت اي هدف اوكي هاي ثالث مباراة في الحلقة الأخيرة ضد نيس
وات يا مدرب. انا تحسبت ان المدرب بيلعبني كام، قال وسط هجوم، يعني تحسبت كام، انا بس العب هجوم يا مدرب. شباب العب مباراة بتسجل شباب، يلا ان شاء الله الفوز. اوكي دخل ضيق الملعب بريس ضد نيس، فبصراحة نيس فريق جيد في الديفنس. يلا سندخل وان شاء الله نسجل ونفوز. اكا حلوة الحمد لله سددنا اول تسديدة في السلسلة. وكا عظيمة قضية البلد. أركا ستيفينو تسديد لك قضية البلد. أركا تسديد في العارضة، حرام تسديد العارضة التخليصة. اوكي عاد ستيفينو التسديدة صدى الحارس، 5-6 تسديدات. وكا عظية لك وكا تتخلص. عاد بثاية حلوة لا تخلص يا حكم. اوكي البينية عادة صح الفريق ده، كملنا 52 دقيقة واللاعبين بس يلعبون باسات وكا والتسديدة والهدف الأول. أخيرا أول هدف لي في السلسلة، ستيفينو يسجل الهدف الأول لمصلحة فريقنا. حلو ستيفينو يسجل الهدف الأول مصحة فريقنا، يعني كملنا دقايق يعني تخيلوا 10 دقايق وقت بدل ضايع وفي الشوط الأول، يعني بصراحة مو ذكي. شوفوا كاستي فيلو سدد وسجل أخيرا أول هدف لي في السلسلة. حلو أوكي شوفوا كاستي فيلو هو قدام الجول أكيد بيسجل فيعطيها هالاحتفالية ستيفينو. اوكي فأكيد بنتهي، يعني تشوفون 45-10. اوكي سجلنا هدف اول هدف. اوكي يلا خلينا نروح على الشوط الثاني. حلو روخ دانتي لك قد روح لعندهم. اوكي فان تتايم با 1-0. اوكي اخيرا فزنا في با، انا اكيد بكون اجل المباراة 1-0 فزنا ونحن الحين في المركز الثامن. اوكي هاي 3 مباريات سجل فيهم هدف واحد. اوكي حاليا اكيد انا ما بكون في المنتخب لانه والمدرب لحم مقتنع
اتوقع ان الها نوصلت بقطع بقى بسبتاتو بس لايك وسبسكرايب والجاس ولا تنسون باقي 88 يدخلون جيش ماركو ونوصل 1000 اوكي قبعك ماركو سلام.